أن الفعاليات والأنشطة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مقهى المكتب بمشروع دمر أحيت فرقة الطير فعالية المولوية. كل عام وانتم بخير، بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، وسوريا بخير، وان شاء الله منشوف الانتصار لجيشنا العربي السوري بمناسبه شهر رمضان المبارك يا رب. كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان المبارك. المولوية ما زالت تحتفظ برونقها عبر العصور، وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك. تعتبر المولوية احدى انواع الذكر الالهي، تتجسد طريقتها بدوران الراقص حول نفسه بحركات دائرية منتظمة، وهي إرث ثقافي اجتماعي.